كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت. ما تخافش على الأهل، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما يكون الأمر جد وضحك ولعب وحب، إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 545 من ملك وكتابة، الضحك واللعب والجد والحب. الخلطة دي الحقيقة أنا يعني خطر على بالي بعد الجواب اللي وصل إلى يعني متناولك الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد اللي هي مباراة القرن، والمشاعر وما أسفرت عن هذه المباراة اللي بدأت بلعب وانتهت بجد وحب ثم أسفرت عن ضحك. صحيح، هي لحظات مهمة جدا، زي النهاردة من 19 سنة، زي النهاردة بالضبط، يعني 3 أغسطس 2019 كان هنا النادي الملكي ريال مدريد عشان يلعب زي بكرة المباراة التاريخية بين بطل نادي القرن في أوروبا والعالم ونادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي. مباراة الأهلي وريال مدريد من 19 سنة فيها كلام مهم جدا في حلقة الليلة، لكن هناك الكثير من الموضوعات المهمة في حلقة اليوم. مقالي وما قالوا، ابن النادي، الغربال، الأكثر تتويجا والأعلى تهريجا، بعظمة لساني، هاتوا الدفاتر تنقرا، أسرار الملك، ومن ينسى ليلة القرن مع الملكي، الشموع الحمراء، وزير الدفاع عن تقاليد الأهلي، وأخيرا مجلتنا، اليوم ومن 40 سنة. مضمون متنوع جدا، نتمنى ان شاء الله تعالى انه يحوز رضا واعجاب وتقدير حضراتكم، لكن اولى فقراتنا مقالي وما قالوا. مقالك ايه بقى يا باشمهندس؟ الفتره اللي فاتت دي ودايما دي بتتجدد عند موقفين، عند استقدام لاعب او اعتزال لاعب او مغادره لاعب، يعني يا دخول لاعب يا خروج لاعب. تمام. دخول للاعب اما بالتصعيد من الناشئين او من الخارج، وخروج لاعب اما بالاستغناء او الاحتراف الخارجي او الاعتزال. تطور المشكله الدائمه ولاد النادي. ولاد النادي يا جماعه كلمه بتتقال لكن بتستخدم الحقيقه بطريقه بتخرج بيها عن السياق. أنا دايما بقول ابني اللي يسأل عليا. ابني اللي يسأل عليا. وكنت بقول مثل إن أنا لو أنا عيان ابني بيلعب مع أصحابه في الشارع وابني جاري بيضرب الجرس، يقول لي بفكرك بالدواء يا عمي، هو ده ابني. مش اللي بيلعب في الشارع. مش اللي بيلعب في الشارع. وبيهملك. الموضوع مش موضوع كروموزومات وجينات. الموضوع صلات ووشائج وتعاون وحميمية. الموضوع إخلاص وانتماء. كل من يخلص وينتمي، وده احنا شايفين في ناس لعبت في النادي الأهلي سنة 2 أشهر وخرجت وكأنها عاشت عمرها في النادي الأهلي، بعضهم جاء من باب الكراهية للنادي الأهلي. ما تشوف هل عجزي يقول لك أنا كان بيعلمونا كره النادي الأهلي، كنت متصور إن هو بيتجامل. كلمة بتصور بتكمل بالتحكيم دي اتقالت كذا مرة بما فيهم طارق السعيد. دخلنا لقينا حاجه تانية.
البعض يغير رايه لمصالح مالناش دعوه. يغير رايه لمصالح يعني هو طارق السعيد طلع شاد جدا بفطرته في النادي الاهلي. الشادي ايه؟ راجل خد 6 بطولات وسام في سنه ونص اقل من سنتين، مش محتاج يشيد يعني عمره كله. ما هم 18 شهر اللي اتلعبوا دول يعني كانوا اهم فتره في حياته، والراجل كان معترف جدا وقال انا كنت سعيد جدا. لكن في لحظه ما اهو، انت فاكر لما قلت لك في اعلام الكوين؟ ده ايام ما كان في اعلام موجه ان هو ينقض على تقليد النادي الاهلي من 4 5 سنين، وقلت لك تحط له كوين، الكوين اشتغل بالكوين يشتم فلان ويبدا نفس الاهانات فانت دلوقتي النهارده اصبحت الفاتوره معروفه والمؤيسه. كان اعلام الكوين يمكن ايام ما الكوين كان هو اللي بيشغل التليفونات، دلوقتي اعلام الكارت المشحون. لا كارت المشحون لانه كمان اتحط له تسعيره يعني مثلا انا بكره الاهلي، لا ده انا بكره الاهلي جدا جدا جدا، انا نفسي الاهلي يخسر اكتر ما الزمالك يكسب انا البطولات الحلال دي صكوك الولاء، البطولات الحرام زي يعني دي قال دي بكذا قال دي بكذا قال دي بكذا، ده كاتيجوري بقى. وبعدين في الاخر بتوصل الفاتوره واخد بالك درجه الرضا عنك، اصل ملهاش معنى تاني ملهاش معنى ان الناس تغير قناعاتها وتتكلم بغير قناعاتها. البعض منهم امتلك شجاعه الاعتذار، كلنا شفنا وليد صلاح عبد اللطيف بيعتذر صحيح رجوله وقال انا كنت غلطان وانا ندمان وزي عملت في نفسي كده صحيح، وكله هيجي له وقت وهيعتذر. البعض بيعتذر والبعض بيتمادى، واللي ضحكك اللي بيتمادى ده ما اداش للزمالك حاجه يعني بعضهم كل تاريخه سنه 6 اشهر ماتش جون مباراه بطوله مش بس يدي بقى بالاساءه للاهلي، انما بقى يعني ايه يحاول انه يعوض وياخد رصيد من خلال قد ايه انا بكره يشحن هيها. رصيد جديد يشحن بالكارت. فتعال نرجع فكره ابن النادي فانا بقول لك ابن النادي هي المشكله بتبان. افرض ان اللعيب دلوقتي اولا ابن النادي لا يمكن يسيء للنادي مهما شعر ان هو حد داس عليه او ما ادالوش حقه. كلنا تعرضنا لمواقف احنا ما خدناش كل ما نتمناه، ولكن احيانا بالصبر تاخد اكثر مما تتوقع. صحيح واخد بالك؟ فانت بيجي لك لحظه بتبقى متعلق بحاجه جدا تروح منك، لو قلبت تبقى مش ابن النادي. لو تحملتها بصبر لحد ما ربنا هيعوضك عنها، او حتى لم تعوض عنها بس يعوضك عنها فخرك بناديك. طب انت كده ابن النادي. ابن النادي ما يجرحش النادي، ما يأذيش النادي مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيه. مهما كان الثمن، مهما كانت التضحيه، مهما كان المقابل، ابن النادي ما يغلطش في النادي. غير كده فهو فقط ابن النادي ربما على الورق. كلام مهم جدا، ومنه الى الغربال. الأكثر تتويجا والأعلى تهريجا. الغربال النهاردة كان مليان كتير جدا، لكن الحاجة الكبيرة، القضية الكبيرة اللي كانت فيه قضية مين الأكثر تتويجا بالبطولات الكروية عامة على مستوى العالم. احنا شفنا الأهلي اختتم القرن الماضي وهو نادي القرن في أفريقيا، ولا زال يتصدر قائمة نادي القرن في أفريقيا في القرن الجديد بعد انقضاء 20 سنة منه. لكن على المستوى العالمي وعلى مستوى عامة البطولات المحلية والقارية والإقليمية والقديمة والجديدة، إيه مين الأكثر تتويجا في العالم؟ موقع جول يا باشمهندس نشر قائمة قال الأهلي أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم، والزمالك 21. ده الحقيقة، الأهلي الثالث أكثر الأندية، يعني موقع جول حط الأهلي في الترتيب الثالث. وقال هذا الموقع العالمي، مين بقى بيننا وبين ريال مدريد دلوقتي؟ قال هذا الموقع العالمي، مش ريال مدريد خالص، قال لك نادي ناسيونال مونتيفيديو بطل الاوروغواي، ده نادي تأسس 1899، هو في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات برصيد 146 بطولة. لا. متنوعة متنوعة مش قارية، مش بطولة قارية أو دولية. 146 بطولة. قال إن النادي الثاني بنيارول الاوروغواياني أيضا اللي تأسس 1891 في المركز الثاني عنده 127 بطوله. حطوا ال بين يعني هم موقع جول قال لك
بنيارول الاوروجواياني عنده 127، الموقع الرسمي بتاع النادي نفسه قال لك لا عندنا 120 بطولة بس. فواضح ان القايمة فيها هزة شوية، الهزة دي خلتنا نراجع موقف الاهلي اللي هم قالوه، لانه قال لك الاهلي المصري احتل المركز الثالث في القايمة كأكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم. برصيد كام يا سيدي؟ قال لك 116 بطولة. طب إذا كنت أنتوا الفريق الأوروجواياني زودتوا له الألقاب. نراجع نفسنا معاكم. 116 بطولة ليه؟ قال لك 96 بطولة محلية و20 بطولة قارية. ده خلانا نفتح الدفاتر عشان نشوف مين الأكثر تتويجا والأهلي قيمته عنده كام بالبطولة بالظبط. لما تروح قوائم الأندية ديت العالمية يا باشمهندس تلاقيهم حاطين البطولات المحلية اللي قبل البطولات الرسمية، يعني قبل بطولات الدوريات أو بطولات الكأس ما تنطلق في هذه الدول، زي كأس الملك حسين، زي الملك سلطان حسين، زي ودور القاهرة. يعني دي بطولات يا جماعة كان بينظمها الاتحاد المصري، لكن سبقت تنظيم البطولات الرسمية سواء الدوري أو الكأس. فأنت عندك بالنسبة للنادي الأهلي بالورقة والقلم بطولة بطولة محلية قارية قديمة جديدة عربيا 137 بطولة. ال 137 بطولة خلينا انتوا حطيتوا نادي الزمالك في المركز الكام؟ لأن هم حطوا رينجرز الاسكتلندي الرابع برصيد 115. ليفربول الإنجليزي في المركز ال 18 في هذه القايمة. الزمالك الشقيق جه في المركز ال 21 برصيد 58 بطولة. يعني الأهلي الثالث والزمالك ال 21. طب احنا عندنا 96 بطوله يا ابراهيم؟ طيب احنا ده خلانا نجيب كشف حساب الاهلي وكشف حساب الزمالك، لان هم الحقيقه ظلموا الاهلي وظلموا الزمالك. الاهلي بالمقياس الحقيقي رصيده 137 نقطه، 137 بطوله في المركز الاول، في المركز الاول مش 116. والزمالك مش 58 بطوله، لا ده 73 بطوله. الجدول اللي قدام حضراتكم هتشوفوه جايب الاهلي والزمالك. خلينا في الاهلي الاول، او نجيب الاهلي والزمالك مع بعض لان هي نفس البطولات. في الدوري المصري الاهلي 41 بطوله، الزمالك 12 بطوله. كاس مصر الاهلي 36، الزمالك 27. كاس السوبر المحلي الاهلي 11، الزمالك 4. كاس السلطان حسين الاهلي 7، الزمالك 2. دوري القاهره الاهلي 16، الزمالك 13. كاس الجمهوريه العربيه المتحده وقت الوحده بين مصر وسوريا، ودي بطوله رسميه كانت الاهلي عنده، هي اتعملت مره الاهلي خدها، الزمالك ما عندوش حاجه فيها. كاس الاتحاد المصري الاهلي عنده واحده، الزمالك عنده واحده. دوري ابطال افريقيا الاهلي عنده 8، الزمالك عنده 5. افريقيا ابطال الكؤوس 4 الاهلي 1 الزمالك. الكونفدراليه كل واحد عنده بطوله. السوبر الافريقي الاهلي عنده 6، الزمالك عنده 4. الافرو اسيوي الاهلي عنده واحده، الزمالك عنده 2. البطولة العربية لأبطال الدوري الأهلي عنده واحدة، الزمالك ما عندوش. البطولة العربية لأبطال الكؤوس الأهلي عنده واحدة، الزمالك ما عندوش. كأس السوبر العربي الأهلي عنده بطولتين، الزمالك ما عندوش. البطولة العربية الموحدة في النظام الجديد الأهلي ما عندوش والزمالك عنده بطولة. اللي هي بقى البطولة الموحدة اللي اتعملت في بطولة بنظام الدوري. فين دي؟ الزمالك خد اللقب اللي شارك فيه، الأهلي ما شاركش فيها ما خدهاش. أصبح رصيد الأهلي الحقيقي من البطولات الكروية المجمعة حتى الآن 137 بطولة، الزمالك 73 بطولة. ده الإحصاء الرسمي. مين اللي أعلن الترتيب اللي أنت قريته في الأول؟ موقع جول، موقع جول العالمي. ده مش اجتهادا منه، مش يقتضي الأمر أن الاتحاد المصري يخاطبهم لتصحيح هذه الأمور؟ صحيح، ده موضوع يهمنا ويهم الزمالك في كل الاحوال. صحيح، يعني صحيح، لان الزمالك هيقفز كذا مركز واحنا هناخد المركز اللي نستحقه. صحيح. اذا هي دي قائمه البطولات الحقيقيه، واتمنى انه الاتحاد المصري زي ما قال المهندس عدلي يوثق هذه البطولات للانديه بتاعته، لانه المصادر الاعلاميه مهمه جدا، المواقع الدوليه مهمه جدا، ان انت كاتحاد مصري يكون عندك توثيق لبطولاتك. بطولات ما قبل الدوري وما قبل الكاس دي كانت بطولات رسميه معتمده، فبالتالي الاهتمام بيها اعتقد هيكون مهم جدا، بدل كفايه ان احنا مختلفين في نادي القرن واديكم شايفين الدنيا وصلت حتى لوزاره التموين. لا وزاره
طيب ال 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 يعني احنا مختلفين هنا، مستعدين نتقاتل دفاعا عن حق، واخد بالك، يعني نشعر به سواء عن حقيقه او غير حقيقه، في حين عمالين نفرط في حقوقنا اللي هي يسهل جدا الحصول عليها في التصنيفات العالميه. اه نستحق مكانه افضل من اللي بتتقال. ايوه، وعندنا الجهه اللي ممكن يحترم رايها. ايوه، الاتحاد المصري لكره القدم. ايوه، والاتحاد الافريقي لكره القدم. ايوه، الاثنين دول يجمعوا بطولات ده وبطولات ده وبطولات ده وبطولات ده على المحلي والافريقي، ويخاطبوا موقع لان دي بتبقى بترسخ في الاذان بعد شويه الكلام ده. وبعدين الجدل ده لما يبقى عالمي، ها، يبقى حلم. يحط اسمك، هو ده الجدل يستحق ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض ونروح بره ندافع عن حقوقنا. طيب، لانه هو كفايه اللي احنا فيه. على فكره الزملاء في الاعداد لفتوا نظري لمساله مهمه جدا، هو احنا عمالين نتخانق على الماضي؟ يعني انت مش ملاحظ كل الخناق اللي شغاله؟ انا قلت دلوقتي على بالظبط على كاس، على لقب نادي القرن العشرين اللي فات من القرن الجديد، حوالي خمس وهو 20 سنه فاتت من القرن الجديد، محدش سال وش حالك اليوم؟ انتوا عمالين تتخانقوا على الماضي. لا احنا قلنا، انت النهارده عامل ازاي يا استاذ ابراهيم؟ جريت. احنا قلنا ايه؟ طب انت معترض على المعايير دي في اللي فات، ما اعترضتش عليها في اللي جاي، اذا انت معترف بيها. هقول لك اللي جاي دلوقتي. اذا كنت انت بتتكلمنا على نقطه ونقطتين، طب ما تيجي تقول لي هو الترتيب في الاتحاد الافريقي دلوقتي عامل ازاي؟ علشان ناخد بالنا اللي هيعيش في نهايه القرن، ما نسيبش الناس تتخانق مع بعضيهم. حلوها دلوقتي ارجوكم، حلوها دلوقتي، لان المساله الفرق وسع جدا. القائمه الحاليه يا باشمهندس في الاتحاد الافريقي، الاهلي الاول برصيد 71 نقطه وفقا لنفس المعايير. اللي عيسى حياته مشي، ومصطفى فهمي الله يمسيه بالخير الراجل بعد خالص، والمؤسسه الافريقيه بالكامل اتغيرت، بس الناس اللي موجوده دلوقتي شغاله بنفس المعايير، ولم يعترض عليها احد، ولا يعترض عليها احد، لم ولا، لانه حتى اللحظه القائمه في الاتحاد الافريقي عامله زي للقرن الجديد اللي فات خمسه، قبل ما الناس تتخانق بعد 80 سنه. القائمه الحاليه الاهلي الاول برصيد 71 نقطه، نادي القرن الجديد بقى في افريقيا، الاهلي نادي القرن ال21 في افريقيا حتى الان. حتى الان مازيمبي الكونغولي الثاني 52 نقطه، الترجي التونسي الثالث 50 نقطه، النجم الساحلي 49 نقطه، الوداد البيضاوي 27 نقطه، الزمالك 27 نقطه في المركز الخامس، الصفاقسي السابع برصيد 26 نقطه، انيمبا النيجيري 26 نقطه. يعني القايمه يمكن الاسماعيلي بيظهر في المركز ال18 برصيد 11 نقطه، الاهلي الاول برصيد 71 نقطه، ده الرصيد اللي متشاف فيه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، ده الرصيد اللي متشاف فيه في القرن الجديد. طب لو هتضيف عليه بقى رصيد القرن اللي فات، لو ضميت القرنين مع بعض، حسابات القرن الجديد بالتراكم مع القرن الماضي، الوضع عامل ازاي؟ قول لنا. الاهلي الاول بثلاث وحايد ما شاء الله 111 نقطه، الرصيد التراكمي للاهلي كنادي للقرنين، القرن العشرين وحتى الان في خمس القرن الجديد، الاهلي 111 نقطه. الترجي قفز ل 77 نقطة، مازيمبي 72 نقطة، النجم الساحلي 68 نقطة، الزمالك في المركز الخامس 64 نقطة، وأسك ميموزا 46، ويظهر الإسماعيلي في الصورة في المركز ال 16 في هذا الرصيد التراكمي برصيد 28 نقطة. إذا في كل الأحوال تحسبها تراكمي، تحسب القرن الجديد وتشفيه، الأهلي الأول والزمالك في المركز الخامس بذات المعايير وعلى نفس النقاط وبنفس الطريقه اللي الاتحاد الافريقي شغال بيها، برغم عدم وجود لا شطه ولا مصطفى فهمي ولا عيسى حياته ولا حد من مؤسسه الكاف السابقه. هو انت فاكر اللي بيصير قضيه مصدقها؟ لا استاذ ابراهيم. لا، هي نوع من انواع يعني انت لما يجي يقول لك احنا كنا بس في ماتش الاهلي اللي انسحبت فيه عايزين نضرب كرسي في الكلوب، هو نوع من الشوشره على، وهو ده النقطه المهمه.
كلما يمر الوقت وكلما كانت هناك فرص للشوشرة على تاريخك وتقاليدك وأخبارك. ولذلك مسؤولية النادي الأهلي في استمرارية تطوير وتجديد وسائل الإيضاح وإبراز المكانة والتاريخ ويعني الإشادة وتقديم الرموز، لأن هو ده اللي هيبقى المستهدف الفترة اللي جاية. الرياضة بطولة، والبطولة تؤدي إلى تصنيف، والتصنيف يزيد من القيمة، والقيمة تعلي القيمة أو ترفع من القيم التسويقية للنادي كأي نادي. ودي غيرة النادي الأهلي على حقوقه التسويقية، مش على مجرد لقب، لا، اللقب لأنه متسجل كعلامة تجارية. كان ممكن نطلع لكم كل الأسانيد الرسمية اللي الأهلي سجل بها هذه العلامة التجارية والمخاطبات الرسمية من الاتحاد الأفريقي اللي وثقت هذا اللقب للنادي الأهلي، لكن الأوراق كلها أمام المحكمة الاقتصادية في الدعوة اللي أقامها النادي الأهلي مدافعا عن حقوقه. لكن أما وإنه قضية نادي القرن الناس ودتها لوزارة التموين، فالدكتور علي مصلحي وزير التموين حسم المسألة في هذا الجدل وقال رأيه. لا يوجد خلاف ما بين أهلي والزمالك، من فضلكم لا يوجد حاجة اسمها وزارة التموين ادت العلامة التجارية دي للنادي الأهلي أو ما اديتهاش للنادي الزمالك. افترض جيت قلت دكتور علي أشطر واحد في العالم، أروح أسجلها؟ تقدر تروح تقدم طلب، انما انك تسجل لا، هنشوف انهي جهه علميه اعتمدت ان الدكتور علي اشطر. ثم ده بيتم تترك الدراسه لمده 6 شهور، وده بالقانون الدولي مش القانون المحلي. ثم بعد ذلك بناء على البحث والتدقيق في ذلك نقول والله الدكتور علي اطول رجل في العالم، او الدكتور علي اشطر رجل في العالم. انما نرجع لموضوع النادي الاهلي، النادي الاهلي جاب من الاتحاد الافريقي بناء على نتائج معينه ولجان معينه ان هو نادي القرن في هذا الموضوع، ولو مش غلطان كان 2007. ثم قدم، ثم تم البحث وبنتاكد من مصادر هذه المستندات، ثم بعد ذلك تم تسجيل هذا الشعار. النادي الزمالك وكل تقدير لنادي الزمالك ان هو رئيس النادي تقدم بطلب ان هو يسجل هذا الموضوع، جاري البحث، واذا كان هناك مستندات تدل على ذلك سيتم، ان لم يكن هناك مستندات لا يمكن ان احنا نعتمد ذلك، لسبب ده موضوع علمي فني دقيق، كل ما هو يسجل هنا بيسجل في الخارج. انما كون ان انا معايا ورقه من جهاز التجاره الداخليه والعلامات والنماذج الصناعيه ان انا سلمت لتسجيل، ده موضوع اداري بحت. انما عندما يتم البحث والتدقيق ساعتها نقول ينفع او ما ينفعش. طيب المساله مش مساله انا عايز ايه وبقول ايه، من حق ايه اقول ان انا عايزه؟ انا بطل العالم، انا صاحب الرقم القياسي في رفع الاثقال، ارقامك فين؟ مستنداتك ايه؟ بتستند الى بطوله ايه؟ طب الاتحاد الدولي سجل لك هذه الارقام ولا لا؟ معنى كلام الدكتور مصلحي وزير التموين، انت عايز تسجل روح ابعت، بس اللي انت بتبعته مجال فحص، هل مرفق معاه مستندات؟ هل مرفق معاه اسباب طلبك لتسجيل هذه العلامه والتي تدلل على حقك؟ واذا كان احنا عندنا النادي الاهلي في 2007 قدم ودلل وسجل سجل، هتبقى في الحاله دي لو انت عندك ما يفيد، هتبقى في الحاله دي في فرصه انك ترفع قضيه. طب لو انت ما عندكش ما يفيد يبقى خلاص اكنك ما عملتش حاجه، تبقى تطلع فاصل. يبقى نطلع فاصل، نطلع الفاصل، وبعد الفاصل كل واحد هيتمسك. طب هو بعد الفاصل هتقول لنا عندنا ما يفيد احنا ولا ما عندناش؟ ما هو بالتاكيد الاهلي عنده كل الاسانيد وراح بيها للمحكمه الاقتصاديه علشان يحفظ حقوق خرق هذه الملكيه، لكن بعد الفاصل كل واحد يتمسك من عظمه لسانه.
اهلا بحضراتكم من جديد. بعظمه لسانه هاتوا الدفاتر، هاتوا الدفاتر تنقرا. ده ان كنتوا نسيتوا اللي جرى، لانه الحقيقه الكابتن فاروق جعفر لما اتكلم الراجل في الفيديو اللي اثار ضجه كبيره جدا، وقلنا ان فيه اعتراف ده يخصه ويخص ان هو كابتن نادي الزمالك، لكن فيه ادعاء يخص النادي الاهلي، ان انت قلت ان ده بيحصل في النادي الاهلي، بل ان بعض الناس حاولت تقصر ده على النادي الاهلي. العبارة جعفر ما قالش، ما قالوا له في، هو اضطر يقول لهم في انديه ثانيه. ده تفسيرهم هم. قولوا له والاهلي، وبعد كده تطلع التفاسير، لا الكابتن فاروق راجل مؤدب كان مكسوف يقول ان النادي الاهلي، لكن هو كان نياته على النادي الاهلي. طيب ما نفتح الدفاتر نشوف الاهلي في افريقيا. الاهلي نادي القرن في افريقيا، اللي خد كل هذه الالقاب في افريقيا. التحكيم عمل ايه مع النادي الاهلي؟ بكشف الحساب اللي انتوا هتشوفوه بالصوره، يعني هنخليكم انتوا الحكام هتشوفوا اللقطات للحظات والاخطاء اللي الاهلي دفع ثمنها، اللي افقدت الاهلي كام بطوله؟ 6 ألقاب. انا ارجو يا استاذ ابراهيم بس الناس تفهم كلامنا مش للاهلاويه، كلامنا لكل المهتمين بالشان الكروي. دي امور ما فيهاش وجهه نظر، بصوا لها وقيموها واحكموا بنفسكم. 6 ألقاب كامله فقدها الاهلي في مشوار افريقيا باخطاء تحكيميه مباشره ومؤثره. بتتكلم في جون، في ضربه جزاء، في هزيمه، في خروج، اخطاء هتشوفوها فيها منتهى التاثير والتدخل في نتيجه المباريات. 6 ألقاب كامله خسرها الاهلي بشكل مباشر. طيب من تحت راس ماتابيلا، ماتابيلا بيتروس ماتابيلا ده حكم من جنوب افريقيا، الاتحاد الافريقي لتاني مره كان يعمل بطوله السوبر الافريقي. في 94 قال لك الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض، يروحوا يلعبوا بعض فين؟ في جوهانسبرج. بطل ابطال الدوري وبطل ابطال الكاس يتعملوا ماتش السوبر هناك. كانت النتيجه ايه؟ اداره المباراه كانت للحكم الجنوب افريقي اسمه بيتروس ماتابيلا. الحكم لما تشوفوه في ادارته للمباراه تعرفوا هو ليه اتقبض عليه وليه دخل السجن وليه اتشطب وليه راح في داهيه وليه وصل من الاتحاد الافريقي بانه حكم فاسد. لاسباب تخص ادارته للمباريات في جنوب افريقيا. لكن عايزكم تبصوا على هذه اللقطات من المباراه. بص ياسر ريان، شوفوا ايمانويل امونيكي في التدخل. بص بيتروس ماتابيلا ما طردش ايمانويل امونيكي واكتفى. هنا محمد يوسف له فاول ضد اشرف يوسف، هو الراجل اهو الفاول لصالح محمد يوسف ظهير ايسر الاهلي والحكم جنبه. لغايه دلوقتي مفيش حاجه، يوسف وقع ولاعب الزمالك قايم يعترض، ولاعب الزمالك قايم يعترض على ان الفاول للاهلي. يعتدي عليه. بص الحكم عشان يحللها قوي راح رايح لللاين مان، مع ان هو اللي كان فوق راس الحدث، راح لللاين مان ورجع عمل ايه؟ خدوا بالكم هو تجاهل طرد ايمانويل في اللعبه اللي قبليها رغم وضوح الفاول اللي عمله. الفاول لصالح محمد يوسف، تخيلوا انه بيطرد محمد يوسف عشان الفاول لصالحه. اتفضلوا تعالى لي اديني ظهرك، كارت احمر لمحمد يوسف بشكل ادهش الناس. خرج الكابتن طارق سليم عليه رحمه الله من هدوءه. طرد مباشر، طرد مباشر في فاول لصالح محمد يوسف من حكم لسه متجاهل طرد ايمانويل بالعنف اللي عمله مع ياسر ريان. شايفين قرار الحكم؟ الحكم ده زي ما قلت لك بعد كده كان هيجي يحكم مباراه للسودان مع ليبيا. قبل ما يوصل للخرطوم كانت صحف جنوب افريقيا والمواقع قالت انه تم القبض عليه وتم اعتقاله وصدرت ضده احكام لانه حكم فاسد. ده بيتروس ماتابيلا. كابتن محمد يوسف سالوا الكابتن شوير عن ايه اللي حصل وقتها. هنشوف محمد يوسف شرح الحاجه الغريبه قوي الماتابيليه قوي دي ازاي. كان لما تبلى الجنوب افريقي وكانت حاجه بينك وبين اشرف يوسف اللي حصل ان كان في فاول ليا. اشرف يوسف عمل معايا الفاول. فاول ليا، فاللي حصل ان اشرف يوسف زي ما تقول يعني استفزني او مسكني ماسكه انت سقيته كده، فانا خبطت ايده وايدك ما جاتش على وشه. ليه؟
هو مسكني ماسكه ذكيه جدا. هو مسكني من زوري. قال يعني بيطبطب عليا بس مسك، فانا مع الهواء فخبطت ايده قلت له اوعى ايدك، فراح واقع. راح واقع اللاين مان الله اعلم قال ايه لقيت الراجل ايه، قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور قبل ما تطلع الكارت. قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور، خش جوه وخد دش. فانا ايه، انا حتى لو رحت لافف خلاص هتعمل ايه بعدين. من قبل ما طلع الكارت كان لسه قبل ما طلع الكارت، ما هو ممكن يطلع كارت اصفر بس جو انسايد تيك ا شاور يعني خلاص. فانا اول واحد عرف قبل ما اي حد يعرف ان انا هاخد كارت احمر. وانت عارف الانجليزي كويس اصلا كمان يعني. المهم الكره دي ما كانتش سهل خالص طرد يعني. هو المشكله ان هو شايف حاجه، هو اللي في الحادثه ده ادى الفاول لمحمد يوسف، اداله شايف الاعتداء عليه في الاول. فانت من التصرفات التلقائيه واحد ماسكك كده تعمل له كده، واخد بالك؟ فبعد ما انت حسبت الفاول نتيجه انك شفت الفاول والاعتداء، الرايح بتسال اللاينز مان. وبعدين تيك شاور يعني كمان بتتهكم عليه. يلا يا حبيبي بقى، يلا بقى خد دوش، يلا خد لك دوش. المساله بقول لك ايه، انا كنت واخد مش هقفص على الشخصيه. كنت في المباراه دي؟ لا مش في المباراه دي، انا كنت منظم رحله لما جم قالوا النادي الاهلي هيجي المباراه دي في يناير 94 يا جماعه. وفكرنا كفكر اقتصادي ان النادي الاهلي هيقطع تذاكر بكام، لقيناه بمبلغ كبير يعني. فكلمت انا الشركه مصر للطيران، قلت لهم لا اجرنا طياره تشارتر. فقالوا لنا طيب طياره تشارتر 100 وحوالي حاجه و30 واحد بحاجه و70,000 دولار. فانا حسبت ان البعثه بتاعتنا مثلا ممكن تبقى 40 35 40 دي بعثه النادي الاهلي. شفت عدد التذاكر اللي كنا هندفعها، لان نفسنا هندفع اكتر من 70,000 دولار. الباقي قلت انا هسوقه. وعملت رحله من مصر على طياره شارتر، طلع فيها اعضاء مجلس الاداره كل واحد بقى احتفاليه وجاب عيلته، وطلع معانا ناس. اكتشفت ان طلع معانا ناس من اصدقائنا الزمالكاويين كمان على نفس الرحله، كان منهم الله يرحمه طلعت الاواس. طلعت الاواس توفى الاسبوع اللي فات او اللي قبل اللي فات. بس انا دي قلتها قبل كده، انا مش بقولها دلوقتي جديده. قلتها وهو عايش. لا وهقول لك يعني مفيش حد ركب الطياره دي بما فيهم انا، كنت منظم الرحله مدير النادي. دفعت 2500 جنيه ثمن التذكره، يعني حسبت تذكره الطياره غير الاقامه والحاجات دي ب 2500 جنيه. على كل الناس. واعضاء مجلس الاداره دفعوا، يعني كل الناس دفعت. وبعدين الوحيد اللي ما دفعش مين؟ تامر عبد الحميد لاعب الزمالك واحنا راجعين. وانتوا راجعين؟ واحنا راجعين الكابتن الجوهري قال يا رب يكون متذكر الواقعه دي. ممكن اساله يعني النادي الاهلي، تامر عنده امتحان. شوف احنا بقى خارجين يا تامر الباك رايت. احنا خارجين مغلوبين ومتضايقين ومظلومين، وانت بتتسال يعني بتربيه الجوهري داخل النادي الاهلي، عارف انه يقدر يسال السؤال ده. تامر عنده امتحان، ممكن يجي معاكم ويروح معاكم يحضر الامتحان عشان طيارتنا تشارتر مباشره يلحق الامتحان بتاعه. فطبعا وافقنا. بعثة الاهلي جابت ظهير الزمالك. طبعا وافقنا يعني ورجع معانا. طبعا. وكان معانا بقى الله يرحمه طلعت. فانا بتكلم بقول شفت الراجل ابن الذين عمل وعمل وعمل، فضحك. فقول له بتضحك على ايه؟ قال انا جيت معاك وركبت معاك ودفعت 3000 دولار خدوهم مني، واقسم بالله وحياه النعمه. صادق. خدوهم مني. خدوهم مني وكسبنا الكاس ورجعنا عادي متشكرين. خدوهم مني. استاذ ابراهيم حجازي وقتها كتب مقاله شديده الاهميه، ولو كنا بمعايير النهارده كان لازم يتم التحقيق فيها من قبل الاتحاد الافريقي على الاقل او لجنه الحكام فيه، لانه وقتها بعد شهر من المباراه وفي 16 فبراير 94 كتب الاستاذ ابراهيم حجازي في الاهرام تحت عنوان كبير يا كابتن وصلوا له، وتحديدا قال الأخ فرح أدو رئيس لجنة الحكام الأفريقية اعترف بأن حكم مباراة السوبر كان غير موفق، وبالحرف الواحد قال إنه كان في يومه سيء. وأنا بقول له لا يا كابتن فرح، بالعكس ده كان يوم ساعده، لأن الحكم بتاعك وصلوا له
وكلمة وصلوا له هي في لغة الكرة تعبير أنه يوضح أنهم وصلوا إلى الحكم، يعني لا مؤاخذة اتفقوا معاه، بالبلدي كده عكموه. ده نص مقالة الأستاذ إبراهيم حجازي. للأسف هذه هي الحقيقة رغم مرارتها، والمصيبة أن الكل يعرفها والكل يتعامل معها بعدما أصبح الكل يريد المكسب بأي صورة أو وسيلة، فالمسؤول يضمن به البقاء على الكرسي واللاعبون يلهفون عشرات الألوف والمدرب يهبر والوسطاء وهم كثيرون مستفيدون. مولد وصاحبه غايب ومفيش واحد فيهم عنده دم وخايف على مصر ومصلحة مصر، وتأتي جريمة الأهلي في وسط هذه الشبورة، وليست هي قرار الانسحاب كما يعتقد البعض، إنما لأنهم منذ مجيء مجلس الإدارة ودائما في الأهلي هناك قرار بعدم الدفع للحكام أو التعامل معهم تحت أي مسمى. ده نص مقالة الأستاذ إبراهيم حجازي في 16 فبراير 94. طبعا محدش سأل ومحدش حقق، لكن هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بعد ما تم إلقاء القبض على بيتروس ماتابيلا قالت إنه عدد الحكام والمسؤولين الحاليين والسابقين العاملين في الوسط الكروي، هناك الذين تم اعتقالهم حتى الآن في فضيحة بيع المباريات بلغ أكثر من 20 شخصا، وهي أكبر فضيحة كروية من نوعها في جنوب أفريقيا التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهر الماضي لتنظيم المونديال في 2010. دي أصداء ما حدث مع بيتروس ماتابيلا. هو أنت لما بتقول يعني، وكاننا نركز ان خطا ماتابيلا في طرد محمد يوسف هو خطا في صفورته طول الماتش، وانت قبليها شفت عدم الحمايه الذي كان لا يتمتع به لعيب الاهلي، شفت ياسر ريان والفاول اللي اتعامل معاه. اذا انت لما لعيب فين شخصيته الفنيه دي، انت مطمن فرقه وضاغط على فرقه ثانيه، فكل الاسلحه المشروعه غير مشروعه ضدك لايقافك، وانت ابو لمس مش قادر تلمس لعيب. هو هنا التأثير على المباراة مش الطرد بس. أي طيب، الأهلي بقى انسحب من أفريقيا، أولا توقف عن المشاركة، فصدرت ضده عقوبة ثلاث سنين. هو ما انسحبش، هو اعتذر مش هشترك. أيوة. هو الفكرة انسحاب يعني انك انت بتخش بتلعب ماتش اثنين وتقول وترفض الاستكمال، انما جالنا جواب لا مش لاعبين، سنقاطع هذه البطولة. ليه؟ لان لا طائل من ورائها، وبنروح نتبهدل. كان لسه نظام المكافئات والحاجات دي ما اتعملش، بعديها على طول اتعدلت البطوله والنظام، واقتضى الامر لما انت عارف القصه بعد كده لما جالنا الجواب. صحيح. يعني الاهلي غاب على افريقيا 95 96 97 ورجع لعب في 98. خلال هذه السنوات الزمالك استفاد من غياب الاهلي، حتى الاهلي وهو بياخد الدوري في مصر ما بيشاركش في افريقيا، بيشارك الزمالك او بعد كده شارك الاسماعيلي. كل هذه الاستفادات الزمالك استفاد بيها 7 نقاط نتيجة أزمة السوبر، يعني هو خد نقطة على ماتش السوبر وخد 6 بعد كده نتيجة لغياب الأهلي. 4 نقاط بالفوز بلقب 96، نقطة للفوز بالسوبر الأفريقي، نقطتين للخروج من دور المجموعات في بطولة 97، واستفاد الإسماعيلي مرة واحدة بالمشاركة عام 95 كتاني الدوري. بالإضافة إلى توقف النادي الأهلي على الوصول على اي نقط لعدم المشاركه. طيب نرجع للكابتن فاروق والادعاء، ما يخص الاهلي بقى والحكام، القضيه والكابتن فاروق كان بيلعب سنه 83. سنه 83 الاهلي خد لقب افريقيا ابطال الدوري 82 مع كوتوكو، البطوله اللي بعديها بيلعب مع كوتوكو، اتعادل الاهلي مع كوتوكو في القاهره 0-0، يعني مباراه كوماسي متكهربه. الحكم الجزائري محمد حنظل. حنظل بيحتسب هدف لكوتوكو، الراجل الاوفسايد بفدان. هتشوفه دلوقتي من يمكن من المرات النادره جدا اللي الناس تشوف هذا الهدف. هدف غريب جدا، وهتشوفه اعتراف، وانا قلت لكم ان احنا مش بس بتشوفه بالصوره، لا هتشوفه اعترافات شخصيه. ادي الهدف، بصوا الاوفسايد. بصوا الاوفسايد في هدف كوتوكو 1-0 خد بيه البطوله اهي من اولها. يمكن التصوير بدائي شويه، انتوا بتتكلموا سنه 83 اهي. بصوا الباص بيتعمل اهو، فين الراجل؟ بصوا الراجل فين؟ ده اللي سجل هدف، عشان سجل اباصه بقى يعني. هو راح جاب جون، هو كمل وراح جايب جون.
الناس كلها اندهشت واستغربت ازاي ده يتحسب. وال هو لعبها بالعرض والثاني اوف سايد برضه. انت بتتكلم في كل اللي حصل ده لغايه لما زميلنا العزيز على الحكم الجزائري اللي لغى هذا الحامل الرايه بتاعه في البطولات كانت 83 الحكم محمد حنظل الجزائري الحامل الرايه اللي معاه رشيد مجيبه. رشيد مجيبه الاهلي رايح يلاعب النجم الساحلي في سوسه 2015 في الكونفدراليه. فاخونا عبد المنعم القسطى كان موفد مجله الاهلي للمباراه. لقى رشيد مجيبه هو المنسق بتاع المباراه اللي كان حامل الرايه في 83. فبيقول له ده انا حكمت مباريات كتيره للاهلي. قال له طب ايه؟ قال له انا كنت حامل الرايه في مباراه كوتوكو بتاعه 83 مع حنظل. فطبعا بحس الصحفي انت لقيت كنز. قال له طيب في مصر ما زالت حتى الان مستغربين ازاي الجون ده اتحسب. قال له طب ما انا رافع الرايه. قال له ازاي؟ قال له انا رافع الرايه وحنظل قال لي نزل الرايه وصمم عليها. فوقتها القانون راي حمل الرايه استشاري. استشاري كان وقتها يقول له نزل ينزل. القانون بعد كده اتغير بقى راي حمل الرايه الزامي في مراقبه الخطوط. تاني بطوله هي ما راحت عليها. بشكل واضح يقول له انا استغربت. حنظل صمم نزل الرايه وكمل. وحتى نشرنا وقتها في 2015 بالصدفه مفاجاه مذهله بعد مرور 32 عاما حكم جزائري يكشف سر خساره الاهلي في نهائي افريقيا 83 امام كوتوكو زي ما حضراتكم شايفين. طيب في اوضح من كده؟ ضاع اللقب او ضاعت فرصه الاحتفاظ باللقب. نهائي 2007 امام النجم الساحلي. ما تكلمنيش على الظلم بقى. ما تكلمنيش على الظلم رايح جاي. لانه الاهلي والنجم الساحلي دي حاجه رايح جاي اهو. بركات دي مباراه الذهاب انتهت 0-0. بس اتفرجوا على بركات رايح يجيب جون. ضربه جزاء على كل المذاهب. الحكم الكاميروني رافائيل ديفن مش بس بيكتفي بانه يرفض احتسابها، لا ده هو عارف انه بركات عنده انذار. ولو اتفتح الصوت اهو اتفضل بصوا بركات هيرقص اهو. بص لو سمعتوا الصوت المعلق اندهش ساعتها لانه الاعاقه اهي. تخيلوا بركات ياخد زاويه ثانيه هتبان اكتر. لو في صوت. طيب اهو الشرطه اهو والدايره. ادي الشرطه ادي الشرطه ادي الشرطه بس. فما يتحسبش يعني موت وخراب غياب. مش بس ما حرمتني من بركات في العوده. يجي ماتش العوده ويجي بسلامته عبد الرحيم العرجون. ده قائد مذبحه القاهره. ده دكتوراه التأثير ده. يعمل كل اللي عمله. اتفضلوا اهو ادي ابو تريكه في ضربه جزاء بيقول له ازاي. يعني لو سمعنا الصوت اهو اتفضلوا. وعايز اي حد حتى مش اهلاوي يقول لي دي مش ضربه جزاء ليه. اي حد مش اهلاوي يقول لي دي مش ضربه جزاء ازاي. ها ده بنالتي ومحضر كمان. انما مع العرجون وضد الاهلي. وقال للكابتن جمال الغندور بعد كده. جمال غندور قال ان انا قابلته قال له اصل الجمهور كان بيشتمني. طيب اتفضلوا ضربه جزاء تاني. دي ألعن بقى. دي تقريبا دي كسر ظهر شديد قناوي. وما تتحسبش ضربه جزاء. هتتعاد هتشوفوها لغير الاهلاويه. لغير الاهلاويه الاهلاوي مقر وعارفها. بس غير الاهلاوي يقول لنا بتاعه ابو تريكه مش بنالتي ازاي. ودي بصوا اهي. ها بيدي الاثنين وتفضلوا. دي مش ضربه جزاء ازاي. دي مش ضربه جزاء ازاي. ايديه ورجليه جوه مش بره. ايديه ورجليه جوه ولا بيحسب لا بره ولا جوه.
هو بص لما يبقى المدافع بيعمل اخطاء بالوضوح ده وهو مطمئن، يبقى في احساس عنده ان مش هتحسب عليه ضربات جزاء. فبتلعب حتى بيتاثر على يعني كفاءتك الدفاعيه. بتبقى مش همك حاجه. انت بتمنع المهاجم انه يستحوذ على الكره باي طريقه. وانت مطمئن. هي المساله مش بس انك بتستحق ضرب جزاء ولا لا، انك تاثيرها على فنيات المباراه نفسها. طبعا الحكم الحاسم قوي في المباراه دي طرد عماد النحاس، يعني عنده هذا القدر من الحاسم، طرد عماد النحاس في المباراه. لكن خطأين زي دول يحسبهم اي حد؟ ما اتحسبوش عشان يخسر الاهلي لقب وهو في القاهره ومتعادل هناك، وهناك كان حقه يكسب. يعني الحكم الكاميروني هناك ذبحه هنا وهنا، والحكمين كانوا بيفنشوا، يعني اللجنه جايبه للاهلي حكمين بيفنشوا نهايه المشوار. بس كل ده كوم، ومصيبه انرام وكوم تاني. جورج لامبتي الحكم الغاني بيحكم مباراه الاهلي والترجي في تونس 20-10. النتيجه هنا في القاهره الاهلي فاز 2-1، يعني الترجي هناك يكفيه 1-0. الراجل الحكم ما استناش تتلعب انرامو يعمل فيها محمود فرج بطل او نجم كره الطايره، ولا عمل فيها لاعب فولي وطار بايده في الشبكه وحسبها الحكم جول، وكان كفيل بخروج الاهلي وفقدان اللقب. هتيجي تاني وهتشوفوها، لانه حتى الان عايز حد غير اهلاوي طار على يقول دي ازاي تتحسب جول. اسمع، في الـ في الـ في الـ في بوزيشن في الـ في الفولي اسمه الليبرو، وفي لعبه اسمها بجر يلعبها كده. هو لعبها بجر في الجول. يعني اتفضلوا يا جماعه، بصوا النبي، يعني دي في بصوا النبي في الكره الطايره الناس بتسقف للليبرو على الانقاذ ده. اهي. طب اللي يضحكك بقى واللي بقى ايه، لكن هي مبايته، الكوره مش كورنر كمان. الكوره لو تجيبها، بس انت جيت على الكورنر. لا ما هي انت لعبتها كورنر عشان تفوتها، نبتت من سحت يعني. يعني لا، انت فكره، انت لما تشوف الكوره خرجت ازاي مش كورنر خالص. فهو النيه مبايته. بيستدرجها. كانت النتيجه خساره الاهلي هذا اللقب من الترجي بالشكل الواضح جدا في ايد رامو، وكأن الوعد مع الترجي 2011 دوري الابطال، الاهلي والترجي ايضا، بس المباراه في دوري المجموعات. الاهلي كان محتاج الفوز على الترجي، لكن الحكم السنغالي مالانج ديهيو سمح للاعب الكاميروني بانانا بتسجيل هدف في مرمى الاهلي تسلل شرعي. اتفضلوا. 2011 عشاء اهو، شوفوا بقى، واللعيبه بترفع ايديها والناس بتقول له هايا ولا الهوى، بيحسب هدف بنانا عشان الاهلي يخرج. نهائي دوري الابطال 2016 سيما الاثيوبي بيحكم مباراه الاهلي، وشوفوا بقى ضربه الجزاء لصالح وليد ازارو حرمت الاهلي من الفوز بعد ما كان متعادل 1-1. ده في النهائي اهي قدام الوداد. اهي ادي ضربه جزاء، الرجل في الرجل اهي. لا ازارو، المباراه 1-1، ما لمس الكوره خالص المدافع. طيب، تسللات وهميه في المباراه، ظلم جسامه امام الوداد. هنشوف الكابتن جمال الشريف وهو بيسجل هذه الاخطاء اللي ارتكبت بحق الاهلي، اللي الكابتن فاروق شايف انه اتجامل.
كان هناك احد الشباب الذين رمى الكره باتجاه الملعب، لكن هذه الكره غير مؤثره، الملعب الكره في ملعب مكان اخر، ليست لها تاثير على مجريات اللقاء. نلحظ طبعا ازاروا في موقف تسلل بلا شك، لكن الكره لعبت باتجاه مؤمن، مؤمن كان في موقف صحيح، الحكم تسرع باتخاذ القرار نتيجه ان يوسف خرج في محاوله لوضع مؤمن زكريا في 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 تسلل. هذه الحالة تلعب الكرة باتجاه مؤمن زكريا، مؤمن كان موقف صحيح، لكن نلحظ ماذا فعل مؤمن واستمرت اللعبة. لو أحرز هدف كابتن، الرجل أول ما الكرة راحت لمؤمن رفع صحيح. أنا مش هو رفع، هو تسلل، هو خطأ بعملية تقييم. هناك 5 حالات تسلل، 2 خاطئتين، هذه واحدة منها، الحكم طبعا متقدم ليس مع أخي ثاني مدافع، لعبت الكرة باتجاه مؤمن، مؤمن لم يتصرف فيها، لم يذهب باتجاه المرمى، لعبها إلى الخلف وأجي استمر. يعني لو كانت جت جول يا كابتن جمال كان هيلغيه الحكم تماماً. احنا طبعا لما بنجيب الصور دي احنا بس النادي الأهلي معاش دور المظلومية وما اتكلمش كتير، لكن طالما ان الامور بتتفتح وفي حساب بيتفتح كل واحد يحاسب على مشاريبه بقى، وكل واحد يعرف الحق فين، وكل واحد يشوف. احنا حاجات ما فيهاش وجهات نظر، مسائل حكام بتحاسب بس مش احنا اللي بنستفيد، يعني احنا نتسرق بس يتسجن لحساب ناس تانية. يعني انت عارف لمبه الحكم بتاع اتشطب يعني بصوا حكمين بيرشدوا بسبب الاهلي او حق الاهلي يظهر لاحقا. يعني فالحقيقه هو كان في نغمه، يعني وقت العرجون كانت طالعه ايه ان هو ما فيش غير الاهلي في افريقيا. كانت في حاجه اتقالت زي كده يعني. ونسبت الى بلاتر، وانا اشك ان بلاتر يكون قال هذا الكلام. ان كان بيشوف ان الاهلي باستمرار بيطلع، فاعتبر الاتحاد الافريقي اعتبر ان ده يعني لا ده كلام، ده كلام ضعف للبطوله نسب، لان انا بلاتر قدامي قدامك قال لك الاهلي كلاب ماي فيفرت صحيح يعني بيحترمنا الى درجه انه شاف ان ده في نادي في افريقيا بيقدر يلعب كوره بالمنظر ده. المهندس عدلي قال كلمه انا شخصيا شايف ان هي محتاجه حلقه ان احنا نناقشها فيها، وحتى راي الجمهور مهم فيها. هو الاهلي ما بيعيش دور المظلوميه، ما بيعيطش، ما بيقعدش يتباكى كتير على اخطاء الحكام، ما بيعملش ازمه وضجه كبيره جدا على جون بيتلغي او بطوله بتضيع منه وبيكمل وبيبص اللي قدام وبيدخل في البطوله الجديده. حتى لو شفته من تراث الاهلي وادبياته هتلاقي كابتن صالح كان لما بيجتمع بالفرقه بيقول لهم انسوا الحكم، الحكم سيد الملعب، اللي هيقوله هننفذه. فرسخ جوه كل لعيبه الاهلي الرضوخ التام للحكم، ده شيء مهم على فكره رياضيا. لكن تكرار الاخطاء خلت حتى الكابتن طارق سليم يخرج عن شعوره ويتضايق، والاهلي يتوقف عن المشاركه في افريقيا في 94، لانه كل حاجه ليها حدود. بس عدم المظلوميه وعدم التركيز وعدم التباكي حتى اعلاميا ما بيحصلش سبوت على اخطاء صريحه جدا حاصله ضد الاهلي، بعكس مثلا البكاء التاريخي على جون كابتن حسن شحاته، وهو جون ما كانش يجيب للزمالك الدوري بالمناسبة، لكن تم إلصاق المسألة تاريخيا بجون حسن شحاتة. طب إيه رأيكم محليا؟ مش بس جون ربيع ياسين في مرمى الزمالك وضيع بطولة، لا، جون عمرو أنور في مرمى الزمالك، الأهلي له هدف شرعي جدا في مرمى الزمالك يا باشمهندس، كان في بطولة الدوري 88-89. عايزك تقول لي يا باشمهندس الجون ده اتلغى ليه؟ مسابقة، اتفضلوا، كرة عرضية فيها اوفسايد؟ ما فيهاش اوفسايد. عمرو جيري استلم قبل الباك، رقص الجون، الكرة هي ما طلعتش، حط الكرة في الجون. هذا الهدف كان الأهلي المتصدر عنده 51 نقطة والزمالك الثاني 49 نقطة، التعادل كان في صالح الأهلي والزمالك مطالب بالفوز. حتى ما فيهاش احتكاك. الأهلي اتقدم بهدف على ما يهون. يا إبراهيم اللعبة ما فيهاش احتكاك، ما فيهاش اوفسايد لأنه جاي من ورا الاثنين. طب الجون يعني ده اتلغى ليه؟ كابتن عمرو انور مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك يا كابتن، كل سنه وانت طيب. ازيك يا ابو كباتن؟ وانت طيب، ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ احنا عاملين مسابقه، الجون ده اتلغى ليه؟ انا لو عارف كنت اول واحد اشتركت في المسابقه. يعني ما كانش فيه اي تعليق في الملعب؟ لا في الملعب ما فيش حاجه، انت عارف حضرتك طبعا، يعني انا طبعا معاكم من
من فتره وسمع الحوار. يعني احنا اتعودنا زي ما حضرتك بتقول ان احنا خلاص الحكم هو سيد الملعب، ودي فعلا الحقيقه كان قايلها كابتن صالح وكان الكابتن طارق، واحنا اتعودنا وتربينا على كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه هو حكم اجنبي، ولا حد هيتكلم. كان يوناني مش كده؟ ولا كان يوناني. اه بالظبط. الطريف بقى في الموضوع اصلا ان اللي ما ادالكش فرصه حتى انك تعترض بعد، يعني بعد ما الكره دخلت جول، لعيبه الزمالك جابوا الكره من الجول وحطوها ولعبوا، يعني لعبوا كره ثابته. الكره الثابته دي بقى ايه؟ انا لحد دلوقتي مش قادر اعرفها. الكره الثابته دي اوفسايد. اه طيب صحيح، الكره الثابته ليه؟ لا طلعت اول، انا ما اعرفش. ففعلا اللعب استمر، يعني اللعب الكلام اللي انا بقوله ده ما خدش ثانيه، لكن طلعت اول. يعني هو استأنف اللعب. استأنف اللعب بضربه مرمى. هو الحكم صفر ان الكره مش جول، فاللعيبه الزمالك جابت الكره وحطيتها ولعبت، فما كانش في فرصه اصلا انك تعترض على الحكم ده. هي بس الفكره، يعني انا الفكره بس اللي انا بتكلم فيها، يعني حضرتك كنت لسه بتتكلم على الهدف بتاع كابتن حسن شحاته. وان هو لما اتلغى ما كانش يعني ما كانش مؤثر، ما كانش نادي الزمالك هياخد الدوري ولا كان هياخد اي حاجه. الفكره بقى في المباراه بتاعتنا دي اللي هي اللي احنا اخذنا فيها الدوري، كان كان نهايه الدوري، وكان اخر ماتش 88 89. بالظبط. كان مع مستر فايستر. وكان كابتن علاء مايوه كان احرز هدف في الشوط الاول. الفكره بقى ان الهدف ده اذا كان احتسب كان هيقفل المباراه. بالظبط، كنت يعني هتضمن البطوله خلاص. كنت هتضمن خلاص المباراه، ولكن يعني انا يعني احنا كان عندنا برضو يعني حارس عظيم، يعني رحمه الله عليه كابتن طارق البطل. عمل مباراه كبيره جدا بعد يعني بعد الغاء الهدف ده. كان وارد ان يعني الزمالك يتعادل. وارد ان الزمالك يتعادل ويكسب. انا بقول لحضرتك والفرق كان ايه ده احنا 51 والزمالك 49، الفرق كان نقطتين. كان لازم الزمالك يكسب واحنا كان يكفينا التعادل. فكابتن ثابت البطل يعني الله يرحمه عمل مباراه كبيره جدا في يعني في النص الثاني من الشوط الثاني، وانقذ يعني اكثر من هدف محقق النهارده. لو كان اذا ما كانش فيه التوفيق ده بتاع كابتن ثابت او الحاله الفنيه العاليه بتاع كابتن، كان الموسم ده ممكن يتعادل ويكسب. فكان ممكن فعلا كان ممكن الماتش يروح، وكان ممكن الدوري يروح بسبب خطا تحكيمي. احنا بقى لنا اكثر من 30 سنه ما حدش قادر يقول الكره دي فيها ايه. يعني انا لحد دلوقتي مش قادر انا الحل، يعني انا وحتى الناس كتيره ما بتفتكرهاش. ما هو انا هقول لحضرتك ليه بقى الناس ما بتفتكرهاش. الناس ما بتفتكرهاش لان انت كسبت المباراه وكسبت الدوري. الموضوع ما بقاش دي حاجه. والحاجه الثانيه ان على يعني في الايام بتاعه المباراه دي لا كان في استديوهات تحليليه، ولا كان في تعليق على اخطاء التحكيم، ولا كان في النهارده ان انت بتعيد الكوره وبتعيد المباراه اكثر من بره. انت النهارده دلوقتي في الاستديوهات التحليليه عندك فقره كامله لتحليل اداء الحكام. الكلام ده كله ما كانش موجود. بس هو طبعا يعني وجهه النظر الاساسيه ان المباراه انتهت، ان انت كسبت المباراه وكسبت الدوري. مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. هو بس انا قبل ما يمشي، كل سنه وانت طيب. قبل ما يمشي الكابتن عمرو، يعني اولا عايز اقول له اشيد بيه بالمستوى الفريق اللي ظهر معاه في الدوري 99 السنه دي، واقول له ان العناصر اللي طلعت من عندك الحقيقه مبشره. هل عندك عناصر ثانيه شايف ان ربما يجي لها فرص؟ ان شاء الله. يعني انا حتى لما اجتمعت مع الكابتن محمود الخطيب ومع لجنه التخطيط، يعني انا كان في اكتر من يعني كان في اسامي اكتر من الثلاث لعيبه اللي صعدوا، بس يعني كانت رؤيه الجهاز الفني بقياده فايلر ان الفتره دي كانوا محتاجين يعني الناس هم دول اللي محتاجينهم دلوقتي. او المراكز دي اللي هم كانوا محتاجينها. طيب ما هو انا ليه بسالك السؤال ده؟ لان ده يقودنا بقى ان العناصر دي يا ريت نبقى نعرفها اول باول عشان نعملها خطه للاعارات والتلميع. ان شاء الله ان شاء الله. هو ده اللي حصل فعلا في الاجتماع مع كابتن خطيب، ان فعلا اللعيبه اللي مش هتكمل هو يعني حاطط بلان كده ان هم الناس دي لا هيتعمل لها اعارات، وفي يعني في كذا نادي بيتكلم على كذا لعيب. لا ان شاء الله في الفتره اللي جايه اللعيبه دي اذا ما كملتش مع الفريق الاول، لا الناس هتسمع باسامي لعيبه طالعه من فريق الشباب في النادي الاهلي
هتلعب في الدوري الممتاز السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عمرو، شكرا جزيلا ليك. شكرا للكابتن عمرو انور. لكن كابتن عمرو انور قال لك عشان ما احتجناش وما اتكلمناش، طب ليه الاخر عنده هذا الشعور؟ الكابتن عصام مرعي اللي كان موجود في مباراه شهدت جدل، الاهلي بيلعب مع الزمالك في مباراه قادر عبد العظيم. اتحاد الكوره كان عنده قرار ان هذا الموسم الاهلي والزمالك دور اول ودور ثاني يحكمهم حكام مصريين، ادار الدور الاول طاقم حكام مصري وبالتالي الدور الثاني لازم يديره طاقم حكام مصري. الزمالك اعترض، الاهلي سكت، اتحاد الكوره اختار، نزل قادر عبد العظيم. الجون الاولاني احمد فيليكس سليم 100%، الجون الثاني حسام حسن سليم 100%، لكن لما حسام جاب الجون الثاني نادي الزمالك انسحب من هذه المباراه. نبيل محمود بعد كده اعترف في اكتر من مداخله وقال لك الجون كان صحيح، انا اللي كنت حارق الاوفسايد وحسام حسن ما كانش متسلل، لكن قرنا نرمي كرسي في الكلوب. ايه اللي حصل في هذه الواقعه؟ عصام مرعي كان شاهد ايضا وتحدث عن هذا اللقاء. في المباراه اللي هي الفيصل، مباراه النادي الاهلي احنا خسرنا فيها 2-0، اللي كان فيها الهدف الثاني اللي اتقال عليه ان هو تسلل او اوفسايد، هو مش تسلل ولا اوفسايد ولا اي حاجه. احنا واحنا في اوضه اللبس خسرنا الماتش. ليه؟ لاننا صوتنا بقى قد كده وخناقات ومش هنلعب الماتش وهنلعب الماتش. ليه؟ لاننا مش عايزين يبقى كابتن قادر هو اللي موجود في الملعب. ايوه يا كابتن، بس انا في الاخر افرض انا كفريق النهارده جه اي واحد طلعت قلت بس انا عايز ده. انت وقعت؟ لا خالص. طيب المفروض طبيعي ان انت تلعب حتى لو مين. احنا تخيلنا واحنا جوه الملعب نفسه ان الهدف ده اوفسايد بتاع حسام حسن، لكن هو مش اوفسايد خالص في هذه المباراه. على فكره الكابتن قادر عبد العظيم لعب المباراه ديت، على فكره ما كانش في اي خطا في هذه المباراه. قرار الانسحاب الاداره الفنيه ما قالتش لحضراتكم مثلا ما ينفعش ننسحب احنا نادي الزمالك اوفسايد بقى مش اوفسايد؟ مش ده الموضوع يعني في الوقت دوت لما جه المباراه وحسينا بقى، ما انت خلاص انت شاعر من البدايه ان في ظلم عليك، ان انت خلاص ما في ظلم، ده انت اللي عامله. ما هو ما انت ان في ظلم، وان فعلا هيخلوا الاتحاد هيخلي هو الحكم يبقى الكابتن قادر، وكابتن قادري اهلاوي، وهيبقى في صف النادي الاهلي. بس كابتن انتوا حضراتكم لعيبه ولعبتوا 90 دقيقه وشايفين ان 90 دقيقه في عداله لسه ليه متنشنين؟ ما فيش كلام، يعني انا بكلمها في الجزئيه دي ما فيش كلام، لكن هذه المباراه فعلا يعني اخد من كلام حضرتك ان احيانا يكون الحديث عن التحكيم وعن ظلم التحكيم هو حديث وهمي. ده حقيقي. لان انا بقول لك ان انت كتير قوي في مبارياتك سواء محليه او سواء افريقيه او سواء دوليه انت استفدت كمان، ودي لغه التحكيم على مستوى العالم، وكتير قوي بتبقى انت استفدت من مثلا من خطا تحكيم مثلا بقى في صالحك في مباراه معينه وخليتك تعد دور، خليتك تاخد بطوله، ده بيحصل. لكن في نفس الوقت ان انت تكون من البدايه محضر ان في تربص بيك او كل الكلام ده كله، هو ده اللي خسرنا المباراه قبل ما نلعبها. وحضرتك بتعترف دلوقتي ان ده كان وهم ولا في اي حاجه؟ احنا دلوقتي بنعترف ان ده كان وهم، واحنا وارد ان اخطاء التحكيم تفيدنا مره وتضرنا مره، لكن ان احنا ننزل معبئين بشعور المظلوميه قبل ان نبدا هو ده اللي بيخسرنا، ودي هو ده صدق مع الناس، ده اللي يؤدي الى التطور، ده اللي يؤدي الى تلافي الاخطاء وعلاجها، وانك انت تحط ايدك او رجلك على الطريق الصحيح. اما الباقي كله عباره عن هرتله ونوع من الجدل الذي لن يثمر الا نوع من الاحتقان. نوع من الاحتقان، لكن الفقره ديت نو كومنت، لا تعليق. مين اللي قال ان الخطيب اسطوره يا كابتن فاروق؟ ومع احترامي لاخويا الكابتن فاروق جعفر اللي قاعد يقول على الخطيب الاسطوره الذي لم يحدث. لا مش اسطوره. لا مش اسطوره. ليه يا كابتن فاروق كده تقول على الكابتن الخطيب اسطوره يا راجل؟ طب هو مين اللي قال على الخطيب اسطوره اصلا؟ نشوف. هذا هو افضل لاعب في تاريخ الكره المصريه. نبتدي باول شخصيتين، حسن شحاته ومحمود الخطيب. تختار مين؟ محمود الخطيب و فاروق جعفر. محمود الخطيب. كمان محمود الخطيب. مع محمود الخطيب صالح سليم. محمود الخطيب. ابراهيم يوسف ومحمود الخطيب. الله يرحمه ابراهيم محمود الخطيب. محمود الخطيب ده كان حدوته. عصام الحضري. محمود الخطيب طبعا. طيب حسام حسن والخطيب. محمود الخطيب اسطوره لم ولن تتكرر، عشان نجيب من الاخر. محمود الخطيب اسطوره لم ولن تتكرر، عشان نجيب من الاخر. أنا أرى أن أوجه
المستشار مرتضى اللوم إلى المستشار مرتضى كيف يصرح بأن الكابتن محمود الخطيب أسطورة؟ لم بص شوف، عندما تكون الأمور طبيعية الحقيقة تظهر، لكن في حاجات إحنا مش فاهمينها في الخلفية، لماذا كل هذا التحامل في كل مناسبة على كابتن محمود الخطيب؟ يوما ما هنعرف الحقيقة. لا تعليق، نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والشموع الحمراء. وزير الدفاع عن تقاليد الأهلي كابتن حسن حمدي، كل سنة وهو طيب. واحد من أعظم الشخصيات اللي ممكن تقابلها سواء في العمل العام أو في الحياة الخاصة، راجل متسق مع ذاته، راجل عنده ثقة عالية جدا في نفسه، راجل واضح، وعايزين نوضح كيف كان واضحا. كل سنة والكابتن حسن حمدي بخير، 50 سنة في خدمة الأهلي وحب الأهلي والدفاع عن تقاليد الأهلي. مش سايبه حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوة ويديها لشريف يطول. على طول مصطفى يونس لحسن حمدي. محمد محمود حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي، اسم ارتبط دائماً بالانتصارات والأفراح، وعرف عنه الالتزام والموضوعية والابتعاد عن الصغائر. هو صاحب السعادة، لاعباً وإدارياً ومديراً للكرة وعضواً لمجلس الإدارة ورئيساً. لقبه وزير الدفاع، مهمته حائط الصد الأول عن النادي الأهلي. من مواليد 2 أغسطس عام 1949، يمتد تاريخه مع النادي الأهلي إلى أكثر من 40 عاما منذ التحاقه بفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول موسم 1971-1972، ولعب مباراته الأولى أمام دمياط والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 5-2. لعب حسن حمدي بقميص النادي الأهلي حوالي 107 مباراة في مسابقة الدوري خلال 6 مواسم، بالإضافة إلى 5 مباريات إفريقية، وكان من الجيل الذي ظهر في المشاركة الإفريقية الأولى للنادي الأهلي في موسم 1976. ورغم التألق وحصد العديد من البطولات، اكتفى حسن حمدي بما قدمه مع النادي الأهلي وأعلن اعتزاله مبكراً وعمره 28 عاما بسبب الإصابة. بعد الاعتزال عمل مديرا للكرة بالنادي الأهلي، لكن حسن حمدي الذي تتلمذ في مدرسة مختار التتش ونال شهادة صالح سليم قاد سفينة الأهلي لبر الأمان. ولعل ما حدث في أزمة عام 1985 وقراره التاريخي بإيقاف 15 لاعبا من نجوم الفريق لمدة شهر أكبر دليل على قوة وشخصية حسن حمدي، بل وطالب بإشراك لاعبين من فريقي 19 عام و21 عام أمام كبار لاعبي الزمالك ليرسخ مقولة الأهلي فوق الجميع ويعلي قيم ومبادئ النادي الأهلي. بعد مشوار طويل في منصب مدير الكرة، حقق الأهلي معه الفوز بدرع الدوري 6 مرات وبكأس مصر 4 مرات، كما حقق معه الأهلي لقبه الإفريقي الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدوري عام 1982 وأبطال الكؤوس 3 مرات متتالية. بدأ أولى خطواته في المجال الإداري وعين عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي الذي ترأسه صالح سليم في انتخابات عام 1984. وفي انتخابات عام 1992 نجح حسن حمدي في الفوز بمنصب وكيل المجلس، وفي انتخابات عام 1996 حصل حسن حمدي على أعلى أصوات في الانتخابات وفاز بمنصب وكيل مجلس الإدارة. وفي عام 2000 انتخب حسن حمدي نائباً للرئيس وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وبعد رحيل صالح سليم في مايو 2002 لم تجد الجمعية العمومية أفضل من حسن حمدي ليكمل مسيرة المايسترو ليفوز بمقعد رئيس النادي بالتزكية. وفي عام 2004 أعلنت فيها الأغلبية مساندتها لحسن حمدي وقائمته بالكامل لقيادة النادي الأهلي ليواصل تنمية شعبية النادي وانتشار اسمه وترسيخ مكانته بين الجماهير في مصر وأنحاء الوطن العربي بل وفي العالم بعد مشاركة الفريق أكثر من مرة في نهائيات كأس العالم للأندية. دايبو حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوة ويديها لشريف يطفور. على طول مصطفى يونس لحسن حمدي. كل سنة طيب يا وزير الدفاع. ذكرياتي كثيرة جدا مع كابتن حسن. كثيرة جدا من وهو بيلعب وبعد ما بطل وبعد ما راح الأهرام، لكن في كل خطواته يا أستاذ إبراهيم تجده إنسان صاحب قرار. قلبه ميت. قلبه ميت. قلبه ميت، ما يخافش من حاجة. قلبه ميت. في الإدارة ما يخافش أبدا. يعني ياخد القرار بس إيه؟ يستعد له ويعمل حساباته ويدرسه ويستعد له ويواجه المسؤوليه. يعني القرار بتاع 17 لاعب كان الكابتن صالح في لندن وهو لما تشوف بتاع 85 تشوف عشان ياخد القرار، شوف دقته بقى، يوم ياخد قرار من المجلس انه مشرفا على الكوره. عشان خد اختصاصات مدير الكوره. ايوه، ما هو مشرفا على الكوره. اصبر بس على باختصاصات مدير كوره. ايوه، عشان يقدر يتعامل مع اللائحه. لانه هتيجي تقول لك، هيجي يقول لك مدير الكوره هو اللي اتصرف. ايوه، الموضوع اكبر من قرار في مدير كوره. فخد اختصاصات مدير الكوره بقرار مجلس اداره عشان يتعامل. شوف الدقه، لا يترك شيء للظروف، مع انه لو عمل ما حدش هيقول له انت بتعمل ايه. مجلس اداره شاف كده وبتليفون مع كابتن صالح لا، النادي الاهلي مش ماشي كده، النادي الاهلي بيمشي صح. وهو عشان كده الناس دي حطت أسس للعمل، لو مشيت عليها لن تخيب. هو واضع نظام مدير الكرة في النادي، هو اللي حط اللوائح، هو اللي حط النظام، وهو هو باني هذا النظام. هو الراجل ده لما جه يبطل، شوف قرار الشجاع، قلبه ميت 27 28 سنة، لا ما بطلش للإصابة، كانش بيصاب إصابات يعني مؤثرة إنه تبطله، لكن هو شاف إنه يا ينجح كلاعب كورة على حساب شغله يا إن يحسبها في المشوار اللي جاي، يكون صادق مع نفسه. هو النادي الاهلي طالع له عناصر تعوضه ولا لا؟ فاركز في شغلي. عشان كده لما خد القرار عشان يركز في الاهرام، شوف المشوار اللي وصل له كاصغر مدير وكاله وعضو مجلس واحد اداره، واحد من اهم رجال الاعلام ولحد النهارده في التاريخ المصري. اما تيجي سيره الاهرام وميزانيات الاهرام، يقول لك فين ايام الكابتن حسن حمدي اللي الناس بتقول لك ده في مشوار تاني، هنبتدي نعمل لك المقارنات. ازاي كان بيعمل وهو حتى لما كان في النادي ويصر على انه يسوق الاهلي مع الانديه عشان الانديه تستفيد، مع ان مصلحه النادي الاهلي انه كان يطلع يسوق لوحده. اول ما طلع النادي الاهلي يسوق لوحده الفروق بانت. دلوقتي بيقول لك لا، يسوق لوحده ليه؟ هو بيلعب في الدوري لوحده، لازم يرجع للانديه. القصه كلها ان الراجل ده كان على فكره يلعب يصاد، وكان ضريب في التيرو بالخرطوش. ما كانش يسيب حاجه للظروف. اما كان يلعب كوره يا استاذ ابراهيم، يقف قدام المرايه، وساعه مره كده وانا ماشي لقيته بيعمل كده، قلت له بتعمل ايه؟ قال لي انا حاسس كده ان انا عندي كيلو زياده. كيلو؟ ويروح يتوزن ويظبط نفسه، يجي عايز يلعب لعبه. هو ما كانش ينط ويعلى، ومش مشهور بانه هو عنيف وفي الالتحامات وكده، لكن عنده التوقع. فكان يطلع يعمل انه هيلعب ويروح مفوتها، بس ما ينفذهاش، يعملها عشرات المرات في التدريب الاول، يروح له كوره ويفوتها وبعدين ينزل بيها على الارض ويلعب. هذا رجل استثنائي جاء في وقت ليضع الامور والنقاط على الحروف مع شخصيه قويه زي الكابتن صالح سليم، مع تيم، معاه الخطيب ومعاه مجموعه، يعني كل واحد كان بيجهز الثاني يستلم منه ازاي. اجيال. كابتن حسن فضل لسنوات طويلة جدا تعلو مكتبه يافطة أو عبارة عميقة الدلالة، اخلص النية
وبات في البرية. هو ده تمن إخلاص النوايا، وهو ده تمن الإخلاص، وهي دي قيمة الكابتن حسن حمدي في 50 سنة أهلي تدرج فيها في كل مقاعد العمل في النادي الأهلي. لكن علاقته مع الأهلي أصلا بدأت إزاي؟ حكاها بنفسه، نسمعه. وداني الكابتن مصطفى حسين، كان مدير الناشئين أو قطاع الناشئين والبراعم. نعم. كويس. وفي أول تدريبة ليا قال لي لا ده خلي حسن ده كده يجي وينتظم ومش عارف، كان سني ما كملتش 12 سنة. فابتديت أروح النادي بقى مع ديت في تدريبات النادي. كان عندنا مدرب أجنبي اسمه بورشيتش. ماشي. ده كان مدرب عالمي برضو، كان ماسك الفريق الأول وماسكنا إحنا تحت 10 سنين. كان بيقول لما جيت تباصي الكورة في حركة معينة تعملها، مش اي كده ان انت بتبصيها برجلك. كويس. لا لازم رجلك ليها ميل معين وبطن رجلك معمول بطريقه معينه. خدنا في الفتره دي يمكن فتره الصيف كان شهرين، كان كل يوم الصبحيه مرنا ويمرن الدرجه الاولى ازاي بص كوره. انا بقى انا كنت بحب اعمل كده. فاتقنت ازاي ابص صح وازاي العب برجلي صح. تدرجت بقى بعد كده 14 سنة 16 سنة الفريق بتاعنا 20 سنة جت وصلت الفريق الأول. بس جت فترة عندي اللي هي سنة 67 كان في عندنا التوقف في الكورة من 67 أعتقد ل 71 حاجة كده. أربع سنين كنت أنا ابتديت أصلا، كنت سني 18 سنة بقى. كنا بنعمل دوري داخلي عشان ما فيش كورة، وقفوا نشاط الكورة يعني. فدي برضو فاتتني، فادتني إن أنا لعبت مع ناس أكبر مني بقى. يعني كنت زي 17 كان كل الكبار، كابتن فناجيلي، كابتن عادل هيكل، كابتن صالح، كل كابتن طه اسماعيل، كل كابتن شربيني، كان كل ديت كابتن سعيد ابو النور ده اللي فاكره في حاجات كده، كابتن مروان، كان كل الجيل ديت في الفتره ديت نفعتني انا كلاعب ان انا العب مع هذا الجيل عشان ما كانش فيه كوره. فكنا بنبتدي نطلع معاهم نلعب، حتى كنا بنسافر بره مصر كتير. كل سنه وانت طيب يا وزير الدفاع عن قيم النادي الاهلي. شفنا ازاي دخل وازاي لعب. تعالوا نشوف ايه اسباب اطلاق هذا اللقب عليه. ليه كابتن حسن اتكلم على القيم والتقاليد؟ وليه وصف بانه وزير الدفاع عن قيم وتقاليد الاهلي؟ هي ايه مفهوم قيم الاهلي اولا؟ كابتن احمد شوبير سال الكابتن حسن نشوف رايه فيها ايه. النادي الاهلي فيه المبادئ دي ان كلنا ماشيين عليها. واخد بالك ازاي؟ ممكن اسالك سؤال دمه تقيل شويه؟ قوي. في ناس كتير يقول لك صدعتونا بالمبادئ، ما فيش حاجه اسمها مبادئ في النادي الاهلي. ما هم ما يعرفوش النادي الاهلي. اللي يقول كده واخد بالك ما بيعرفوش. لما تمسك كل تصرفات النادي الاهلي وتاريخه ومواقفه و وكل الحاجات دي هتعرف ان هو عنده مبادئ. انا اقصد مبادئ يعني ايه يا شباب؟ يعني في لوائح تنظيميه. ايوه. بتدير الشغل ده. مش انا قاعد زي ما انت بتقول تاخد قرار كده. ما ينفعش. في لوائح. ما فيش شيء يخضع للاهواء، ما فيش وجهه نظر، في نظام، في لوائح، في تقاليد تترجم الى دستور عمل في النادي الاهلي. وهو ضحك لما قال انا بستغرب الناس اللي تقول من هذا الكلام دي ما تعرفش ما تعرفش النادي الاهلي. وانا بتفق معايا يعني هذا الكلام. هي دي منظومه القيم اللي ارساها عظماء الاهلي التاريخيين الواحد تلو الاخر لغايه لما بيسلموا الرايه لمن يخلفهم. هو يعني الناس اللي زعلانه من كلمه القيم هي مش حكر عن النادي الاهلي والله. كل مكان لازم يبقى له قيم وتقاليد ونظام. كل واحد يستطيع ان يلتزم بالصح ويبقى له معاييره اللي تتسق مع مبادئ وسلوك انساني منضبط وعداله، خلاص يبقى صاحب قيمه ومبادئ. زي العائلات الكبيره كل عيله وليها نظامها ليها تقاليدها ليها اخلاقها، لازم ده يكون موجود. بالمناسبه كل كيان شعبي لازم تبقى له قيم وتقاليده. هو كلامنا ده بيضايق الناس ليه؟ في ايه يعني؟ طيب. انا لما اقول انا ده نظامي ودي قيم ودي تقاليدي زعلك انت في ايه؟ كابتن حسن حمدي وهو رئيس للنادي الاهلي سلم رايه النادي الاهلي مرفوعه لأكثر الأندية تتويجا في العالم في البطولات القارية، كان 19 لقب، لقب رقم قياسي عالمي تصدر به الأهلي وقتها أندية العالم، واستحق مجلس الإدارة وقتها في آخر يوم عمل ليه أن يكرم ويسلم الراية. ويتحدث الكابتن محمود الخطيب
عن الكابتن حسن حمدي. التحية اللي حضرتكم عملتوها دلوقتي للكابتن حسن حمدي زميلي وأخويا وعشر سنين طويلة جدا كلاعب وكمسؤول وكمدير كرة وأنا لاعب، الحقيقة شفت فيه صفات في توارث في النادي الأهلي. يعني الأغنية، وإحنا بنتكلم على الأغنية، إحنا بنتكلم على الأغنية كلمات بتمثل فعل النادي الأهلي، أجيال بتسلم بعض، فكل الأجيال سلمت بعض، عاملين في النادي ثم موظفين ثم لاعبين وإداريين ثم أجهزة فنية وإدارية كل ورؤساء أندية وطبعا اللاعبين، طبعا كل الناس بتسلم بعض، بتسلم بعض بنفس المبدأ ونفس الأسلوب، إزاي نحافظ على النادي بتاعنا، إزاي نخلي النادي ده أحسن نادي في الدنيا. وأعتقد بالحب ده، وبيجمعنا حاجة احنا قلناها كلنا بالحب ده، فعلا النادي الأهلي يصل إنه يكون أفضل نادي، وده واقع ومش يعني مش مجرد كلام وشعارات، هو واقع النهاردة. النادي الأهلي أفضل نادي في العالم، النادي الأهلي النهاردة على قمة أندية العالم في البطولات القارية والدولية، دولية طبعا عشان الأفرو أسيوية، ولكن كمان لو حسبنا بطولات النادي الأهلي داخل القطر داخل بلدنا على مستوى كل العالم، هتلاقوا برضو النادي الأهلي هو أكتر نادي في العالم حقق بطولات داخلية وداخل مصر. النادي الأهلي يا جماعة هو منظومة حب، منظومة التحام، منظومة أو مؤسسة، فعلا المؤسسة دي علمتنا كلنا وإحنا صغيرين، تعلمنا حاجات كتير جدا في النادي الأهلي. لما يكون مثلا تكلم على الكرة بقى، تكلم كابتن صالح سليم رحمة الله عليه، لما يكون الكابتن صالح سليم إحنا وإحنا صغيرين وبنشوفه بيتصرف إزاي، يتكلم إزاي، لما نشوف كابتن صالح سليم وبعدين معاه كابتن حسن حمدي، لا مطمئنين النادي يمشي كويس، يعني نفس الأسلوب نفس الطعم. بشكركم جدا. أجيال بتسلم بعض والكل في واحد. كابتن الخطيب يتحدث بالامتنان والتقدير والحب عن الكابتن حسن حمدي، وبالعرفان والشكر للكابتن صالح، وهكذا يكون تواصل الأجيال بين عظماء الأهلي الكبار. هو أستاذ إبراهيم يعني اتكلم في حاجتين قصاد جدا. أجيال بتتسلم تقاليد معينة بتمشي عليها، موضوع بالنسبة لنا شديد البساطة وشديد الوضوح، ومعقد جدا بالنسبة للي مش عايز يعتنق هذا المبدأ. النادي الأهلي عظمته في أن تقدر تخلق كوادر تؤمن بتقاليد وقيم النادي الأهلي وتستمر عليه، ويخلي جماهير الأهلي على السوشيال ميديا كلها بتحتفل بالكابتن حسن حمدي بشكل رائع جدا، وبإحساس يخلي كل أهلاوي عنده كل التقدير للكابتن حسن. الأستاذ أو الكاتب الصحفي الأستاذ عصام السباعي مدير تحرير الأخبار النهاردة بيعبر عن ده في زاويته بوكس في جريدة الأخبار: سعادتي لا توصف بتكريم الكابتن حسن حمدي في الاحتفال يوم أمس بعيد ميلاده، فهو رجل كف نزيه شريف ومثل أعلى في كل محطات حياته وآخرها رئاسة النادي الأهلي. خوف الوحيد أن نجد من يضرب كرسي في الكلوب ويطعم في اللقب الذي منحه له الاتحاد الأفريقي كأفضل رئيس نادي في القارة السمراء ويدعي أنه صاحب اللقب الحقيقي. عصام السباعي مش بعيدة، مش بعيدة، لكن بعد الفاصل هنشوف أسرار الملك ومن ينسى ليلة القر. أهلا بحضراتكم من جديد. أسرار الملك ومن ينسى ليلة القر مع الملكي، زي النهاردة 3 أغسطس 2001 جاءت بعثة ريال مدريد نادي القرن في أوروبا والعالم إلى القاهرة لتحتفل مع الأهلي المتوج وقتها ناديا للقرن في أفريقيا في مباراة القرن التاريخية الكبيرة 4 أغسطس. الأهلي وريال مدريد، وربك لما يريد نكسب ريال مدريد. يعني كثير من ذكريات لهذه المباراة، لأن أنا كنت
التاريخ اساعدني ان انا اكون مرافق لا في ضمن الاحداث. انا كنت يعني وقتها يعني الكابتن صالح كلمني وقال لي تعالى لي في لندن، عملنا مقابله مع رئيس شرف مانشستر يونايتد انا وهو والمهندس ابراهيم المعلم والاستاذ ياسين منصور. ابراهيم المعلم رئيس لجنه الاحتفاليه. وكان الاستاذ ياسين منصور معانا عشان كان في عمليه تسويقيه كده بندرسها مع رئيس شرف واخد لقب سير. رحنا له مكتبه وكابتن صالح يعني حتى يعني قصه هحكي لك بعدين. وبعدين كابتن صالح قال لي هتطلع من لندن تروح على مدريد هتلاقي الطياره الخاصه وصلت هتصطحب الفريق وترجع بيه على القاهره. تصطحب الفريق. طب اوري لك صوره وانت مع مين على الطياره. الكاميرا كانت كلها هتلاقي دي البوسكي بقى على من اول البوسكي. زيدان انت مع زين الدين زيدان. ده زيدان ده زيدان ما كانش لسه لعب اي مباراه مع ريال مدريد. اول ظهور لزيدان كان في مباراته مع النادي الاهلي. في صور معاه. صور موجوده. وانت على الطياره مع زين الدين زيدان. زين الدين زيدان وكان بتدردش معاك. كنت هتمضيه ولا ايه؟ كنت عايز تمضيه ولا ايه؟ هو الراجل ما كانش لسه لعب ريال مدريد ده. انت بتقول له عقدك كام سنه مع الريال؟ لا الحقيقه كلنا كنا فرحانين ان زين الدين زيدان اللاعب الرائع اللي من اصول عربيه هيلعب اول مباراه في عمره. يعني هو لما هيتذكر هذه المباراه هو ايضا هيقول كده. اول مره ارتدي في مباراه وديه او رسميه كانت امام النادي الاهلي. ذكرى واي ذكرى يعني. وكان راؤول جونزاليس هداف اوروبا كان موجود. لويس فيجو ولويس فيجو كارلوس كان وكان لويس فيجو لسه رايح بضجه لريال مدريد. كان صراع بين من برشلونه لريال مدريد او بين ريال مدريد وبرشلونه. روبرتو كارلوس كل اللعيبه كانت موجوده على الطياره. ارجو ان احنا طيب. وانا كنت بقى ايه اسعدنا حظي كمان ان انا اكون مرافق لرئيس البعثه العظيم دي ستيفانو. تخيلوا اللي حصل من الاهلي في حفاوه ريال مدريد في القاهره زي النهارده. خلت رئيس نادي ريال مدريد بعد ما بعثته رجعت والراجل ما كانش قدر يجي لكن يبعت جواب في منتهى الدفء والاحترام في لورنتينو بيريز الى الكابتن صالح سليم. هتشوفوا الجواب هو هقول لكم ترجمته سريعا. بدايه عزيز السيد سليم، بدايه يرجى قبول اعتذاري لعدم تمكني من القدوم مع الفريق الى مصر بسبب الالتزامات المهنيه السابقه التي جعلت من المستحيل الحضور. ما تداولته وسائل الإعلام الإخبارية وكذلك التعليقات التي أدلى بها أعضاء بعثة ريال مدريد الذين سافروا إلى القاهرة، نريد أن نعرب عن خالص امتناننا للحفاوة التي تلقيناها. ألفريد دي ستيفانو رئيس شرف النادي أبلغني أن كل من في البعثة لا يمكن أن يتذكر ترحيبا من أي مكان آخر مثل ذلك الذي قدمتموه لنا، وأن لطفك اللامحدود جعل إقامة فريقنا لا تنسى. أنا آسف للغاية لعدم تمكني من الاستمتاع بمدينة القاهرة المبهجة المصحوبة بمضيف جميل مثلك. نريد أن نظهر تقديرنا وامتناننا من خلال القول أن النادي الأهلي الرياضي يعتبر الآن صديقا لريال مدريد، وأن جميع انتصارات فريقك ستكون لنا أيضا. جميعنا هنا الذين يشكلون جزءا من هذا النادي الرائع يريدون فتح أبوابنا لك ولأعضاء مجلس إدارتك وللاعبين ولجنة التدريب ولجماهيرك. نود في وقت ما في المستقبل أن نكرر هذه التجربة حيث وجدنا أنها إيجابية للغاية ومثيرة. وفيما يتعلق بالروح الرياضية نرحب بفرصة مباراة العودة. أمل أن أسمع منك قريبا وأنا تحت تصرفك الكامل لأي شيء قد تحتاجه. فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. أكثر من زاوية لهذا الخطاب. بتعكس هنشوف برضو تغطية مجلة الأهلي وقتها يا جماعة تباعا كل منشطاتها ده هدف صندي حسام غالي. اسمح لي الأول أقول يعني الخطاب ده بيعكس إيه؟ لأنه مهم جدا جدا. بيعكس إنك أنت لما تكون بتدرس خطواتك جيدا ويتم بالشيء على الوجه الأكمل لا يمكن أن يكون المردود إلا هذا التقدير. فالنادي الأهلي يعني إحنا كان في لجنة سواء من الطيارة الخاصة اللي جابت الناس
مفيش اي مضايقات تعرضوا ليها، طلعوا على اللقاند الفندق الخمس نجوم اللي حولناه لسبع نجوم عشان يبقى في دور مخصص ليهم، الاحترافيه، الجالا دينر. جالا دينر في الـ في الـ في الـ في الـ في المفهوم التسويقي انت بتعمل عشاء لرجال الاعمال مع البعثه. بعناه بمبلغ خطير. تذكره كانت ب 10,000 جنيه وقتها. اوتوغرافيك سيشن اللي عايز يمضي على اوتوغراف، وكله بالاتفاق وبالدقيقه وفي المكان وفي الساعه وفي الميعاد. عندنا صور يا رب، عندنا صور. المفروض شواري بيوري الناس كل يعني. وانا بقول هذا الكلام يا جماعه، نزلوا الصور. هتنزلوها امتى واحنا مروحين؟ نزلوها مع الكلام اللي بنحكيه ده. اوتوغرافيك سيشن ده يعني رجال الاعمال عايزين اولادهم يجي يمضوا اوتوغرافات، خصصنا له مكان. هنشوف دلوقتي صوره من الصور لما تيجي اشرح لك ايه المضمون بتاعها. ارجو ان يكونوا لحقوا بس ايه ينزلوا الصور المهمه دي، لان ده فكر تسويقي اتعمل بمناسبه هذه المباراه. فانت الناس شافت احتفاليه بالمزمار البلدي بالراس الخيل، دخلتهم في حرى الشرف لحد اللوبي، طلعوا قال دينر اوتوغرافيك سيشن، ثاني يوم زياره للاهرام. انا كنت مرافق لالفريدو دي ستيفانو واحنا في الاهرام. حصل موقف طريف يعني. اولا اللي ما يعرفش دي ستيفانو، الناس عماله تقول هو مين الاعظم، بيليه ولا مارادونا ولا ميسي؟ انا بقول لكم حطوا جنبهم دي ستيفانو ولا دي ستيفانو. وناس كتيره شافاه قبليهم كمان الحقيقه. عظمه ريال مدريد ارتبطت بالراجل ده، كل فترات لعبه وشافت كل البطولات اللي خدها ريال مدريد واللي بناء عليها قدر يتوج في الاخر نادي القرن عن اوروبا. كنا في الاهرام وانا كنت معاه، فالمرافق واقف معانا والاستاذ الدكتور كرم البنا، صورته موجوده وموجود الراجل متواجد لحد النهارده، عايش في اسبانيا محاضر دولي في كره القدم. الدنيا بقى مقلوبه، وبعدين لقينا ناس بتتكلم برتغالي او اسباني بتشاور له بدعابات كده، فهو بص لهم وهز دماغه. فبقول للدكتور كرم بيقولوا ايه؟ هل ده دول بيشجعوا برشلونه؟ بيقولوا له هتخسر من نادي الاهلي. فكان الدعابه وكانت يعني فعل حسن. شوفوا اللي الاهلي عمله للسياحه المصريه وقتها، الترويج الكبير اللي اتعمل، لكن فوز الاهلي بنادي القرن وتتويج الاهلي واحتفاله شارك فيه نادي الزمالك. الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك كان حاضر في المقصوره، ولو وريتكم خبر للدكتور كمال تنبأ بهدف صندي قبل ما يجي. بس كمان مجله الاهلي وقتها كنا طلبنا من الزملاء الاساتذه الكبار النقاد الرياضيين الزملكاويه يكتبوا عن تتويج الاهلي ومباراه الاهلي. فامتعنا وقتها الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الفضيل طه، كان رئيس تحرير مجله الزمالك، في مقاله ده المهندس عدلي يمكن، وهو لا دي صوره في الطياره وهم بيمضوا على فانيلا وديتها لاولادي والخايبين خدوها منهم، وادي الصور تباعا اهو، وانت وزيدان وانت بتقول له عقدك باقي فيه كام سنه صح؟ قال لك حل، قال لك انا مش هسيب ريال مدريد. طيب عبد الفضيل طه كان كتب ساعتها كل مصر تستحق التهنئه بانجاز الاهلي، وكتب رئيس تحرير مجله الزمالك وقتها في مجله الاهلي تحتفل مصر كلها وليس النادي الاهلي وحده بهذه المناسبة العزيزة على كل قلب مخلص لبلاده وإنجازاتها. فمما لا شك فيه أن فوز الأهلي بلقب نادي القرن، ده رئيس تحرير مجلة الزمالك، فوز الأهلي بلقب نادي القرن في أفريقيا أسلج الصدور، والنادي الأهلي جزء هام من تاريخ مصر الرياضي والاجتماعي والثقافي، فهو لم يكن معقلا للرياضة فحسب، لكنه كان مدرسة في الثقافة والأدب والفن. وعندما نتصفح كتاب تاريخه نجد أنه صاحب كذا وكذا، ويعدد الأستاذ عبد الفضيل طه محاسن الاهلي وانجازاته، بيقول احتفال الاهلي باعتباره ناديا للقرن في افريقيا لا ينسينا انجازاته كمعقل من معاقل الرياضه كلها. اهو ستيفانو وادي وده دي البوسكي وادي مع ما تخلينا مع دي الصوره بتاعت دي ستيفانو في الهرم، وده الدكتور كرم البنا اللي في النص. والاستاذ ناصف سليم ساعتها كتب ايضا زياره ريال مدريد هديه الاهلي للجمهور وتبقى هديه غاليه في ذمه اللاعبين. كل النقاد الزملكاويه وقتها احتفوا للاهلي بلقب نادي القرن، محدش لقاه بما فيهم رئيس ولا حد راح لتحرير مجله الزمالك، ورئيس بالزبط. النادي كان موجود معانا في المقصوره واحنا بنلعب المباراه بهذه الصفه، والراجل كان من اوائل مجلس اداره الزمالك هنانه صحيح. وكان في تصريح حتى للكابتن عزمي مجاهد
في هذا الشأن قريب هكذا احتفل الزمالك وقتها بلقب نادي القرن للنادي الأهلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير إن نلتقي مساء الوقت الخميس القادم إن شاء الله. صباح الخير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوط عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت، ما تخافش على الأهلي.